الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي سلام الله عليه: يا علي فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي من لم يقبل العذر من المعتذر صادقا كان او كاذبا لم ينال شفاعتي. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجر. لقد اطاعك من يرضيك ظاهره وقد اجلك من يعصيك مستترا. من الثابت ان هذه الوصيه لم تكن لعلي في الواقع والحقيقه، وانما هي لعامه افراد الامه الاسلاميه، لان عليا ان يمين صلوات الله وسلامه عليه هو غني عن التهذيب والتأديب والتوجيه، لكن الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما لم يجد أذنا سميعة ولا قلبا واعيا كقلب علي ولا كأذن علي فوجه الخطاب إليه، وثانيا لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم في القول المأثور وكل حديث جاوز اثنين شائع على ان الامر راح ينتشر ما بين اوتاد الناس وهو يريد ويقصد ذلك، فما كلامه مع علي ان يميت صلوات الله وسلامه عليه الا على حد قول القائل: اياك اعني واسمعي يا جاره. فالمخاطب هو الامام امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام، ولكن المعنيه والمقصود سائر افراد الامه الاسلاميه. فاول وصيه يقول: من لم يقبل العذر من المعتذر صادقا كان ذلك الانسان المعتذر او كاذبا لم ينل شفاعتي. والسر والسبب في ذلك ان هذا الانسان المعتذر يعد غير مسيء، لأنه تنصل ولأنه جاء نادما وجاء معتذرا، فيعد غير مسيء ولا مذنب ولا مقصر. على حد قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما مسيء من اعتذر، لا زال اعتذر. وأما الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لا يمكن أن يلا شفاعتي يوم القيامة. لماذا هذه العقوبة الظالمة؟ ولماذا التهديد؟ ليش يكون ما ينال شفاعة النبي؟ لأنه يمكن أن يحاسب ويحاكم هذا الإنسان الذي لن يقبل عذر أخيه المسلم عندما اعتذر إليه من ذيك الإساءة اللي تقدم بها، إما إساءة باليد وإما باللسان وإما بالكتابة وإما بالإشارة وما مات الإساءات. واحد أساء إليك ثم بعد مدة، بعد يوم أو يومين، بعد ساعة أو أكثر، جاءك متنصلا، جاءك معتذرا،
وجاءك نادما فلا يسعك ان ترده، وانما يجب عليك وجوبا اخلاقيا، وجوبا اجتماعيا، بل وجوبا دينيا ان تقبل عذره عندما جاءك معتذر. فيحاسبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامه ويقول: انت اعظم ام الله جل وعلا؟ لو اراد ان يوجه الي هكذا سؤال يقول لي: انت اعظم ام الباري؟ الباري شيء، الباري هو العظيم، ولا يمكن ان يقاس الباري جل وعلا بسائر مخلوقاته، هذا شيء ثابت. مع ذلك كله عندما نعصي الباري، وعندما نذنب، وعندما نقصر، وعندما نتخلف عن امتثال اوامره جل وعلا، من بعد ذلك نتوب، من بعد ذلك نستغفر، من بعد ذلك نندم ونعتذر الى الله جل وعلا من ذيك الاساءة اللي تقدمنا بها، ذيك السيئات اللي ارتكبناها، وذيك المعاصي التي عملناها. والله جل وعلا يقول: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول في مكان اخر كما مر صباحا قوله جل وعلا: انما التوبة على الله للذين يعملون السيئات. ويقول جل وعلا: وتوبوا الى الله توبة نصوحا. ويقول جل وعلا: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليكون يستولي عليك اليأس، ليكون يوم من الايام يستولي عليك القنوط، مهما عملت، مهما فعلت من اعمال منكرة، من اعمال سيئة، ليكون تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون، إلا القوم الكافرون. اليأس أعظم من ذاك العمل الإجرامي الذي عمله. القنوط من رحمة الله جل وعلا. فلاحظ الباري جل وعلا يدعوني أنا العاصي، أنا المذنب المقصر، ويقول لي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا عدا حق واحد، هذا غير ممكن أن يغفره الباري جل وعلا، وهو حق الناس. فيما إذا كان مدين إلى أحد، فيما إذا كان مطلوب إلى شخص، من الضروري أن ترد لكل ذي حق حقه، ثم تأتي إلى الله جل وعلا معتذرا وتائبا ونادما يقبلك. لكن تحترم حقوقي أو أنا أحترم حقوقك وأغتصب أموالك وثم اروح الى الباري جل وعلا اعتذر، غير ممكن. الباري جل وعلا يكلفني برد الحقوق على اهلها، تبقى حقوق الباري هذه ما بيني وما بينه. ذاك الوقت يمكن ان اقضي هذه الحقوق شيئا فشيئا، من صلاه، من صيام، من حج، من زكاه، من خمس. شو هاي الاوامر اللي انا فرطت فيها؟ هاي الاوامر اللي انا ما امتثلتها، جائز على ان امتثلها من بعد التوبه، من بعد الاعتذار. الشاهد مو هنا. فالله جل وعلا فاتح لنا باب التوبه على مصراعيه، ويدعونا احنا المسيئين، احنا المذنبين، احنا المقصرين، ومع ذلك كله احنا المتجاسرين عليه، ويدعونا ويقول: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا. ويدعونا ويقول: وتوبوا الى الله، تعالوا اعتذروا اقبل عذركم، تعالوا توبوا اتوب عليكم. وثم انا يجيني اخوي المسلم، ياتيني اخي المسلم يعتذر الي، يسال مني العفو، يسال مني الصف، فلا اقبل؟ هذا غير صحيح. مهما عمل انت، شو مهما تعمل ومهما تصنع، الباري جل وعلا يعفو ويتوب ويغفر. فكذلك انت، الله هو العظيم، ونتجاسر عليه ويتوب علينا. فأنا مو أعظم من الباري سبحانه وتعالى، فكيف لا أعفو؟ يجب علي أن أعفو عنه. مضافا إلى هذا كله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أبرز شخصية في العالم، أفضل خلق الله، أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين،
وهناك عالم أساءوا إليه وهناك عالم آذوا بأنواع الأذى، حتى قال ما أولي نبي مثل ما أولي، ولما جاءوا واعتذروا إليه قبل النبي عذرهم. وقد مرت الإشارة صباحا إلى وحشي هذا المجرم الذي قد قتل عم النبي حمزة وفجع الأمة الإسلامية بمقتله عندما جاء النبي إلى فتح مكة قبل عذره لما اعتذر وعفى عن هند التي صنعت ما صنعت ببدن عمه، وقد ذكرتها لكم صباحا عندما جاءت واعتذرت قبل النبي عذرها وعفى عنها. وهكذا أيضا ذلك الآخر الذي روع بنت النبي وهي زينب، روعها حتى قرع محملها هودجها، قرعه بالرمح قرعا شديدا حتى أرهب ابنة النبي، أخاف ابنة النبي وكانت حاملا فأسقطت جنينها، أسقطت حملها. وهو هبار، هبار الذي روع بنت رسول الله زينب اللي كان ماخذها أبو العاص ابن الربيع. وقد مرت الإشارة إلى اسمه وإلى صنيعه وعمله مع الأمة الإسلامية على كفره وشركه، هذا ابن أخت خديجة. فهذا الإنسان جاء ببنت النبي ليردها إلى المدينة امتثالا لأمر رسول الله، في جمناب قدار أخذ الرمح وجعل يقرع هودجها انتقاما منها، يريد ينتقم من النبي بسبب اعتدائه علما على بنت النبي. فهل اعتداء يريد الانتقام؟ لأن النبي قتل إلى سادات وزعماء ورؤساء يوم بدر، فيردون الانتقام ممن؟ من ابنته، يأخذون الدار بابنته. فالغرب عندما قرع الهودج روعها خوفها، لما وصلت إلى المدينة أسقطت جنينها، لما أسقطت الجنين سأل النبي أسقطته ميتا، قال من الذي روعها؟ قيل له هبار، قال أينما وجدتم هبار فاقتلوه. فكان المسلمون له بالمنصاد، لما صار فتح مكة قدم هبار إلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام واعتذر إلى النبي، فقبل النبي عذره وعفى عنه. وهكذا أبو سفيان اعتذر قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه عذره. وهناك عالم كثيرون الذين أساءوا إلى النبي وآذوا الرسول بأنواع الأذى، ومع هذا لما جاءوا معتذرين قبل النبي عذرهم. لذلك قال من لم يقبل العذر من المعتذر. هذا كعب، كعب ابن زهير رضوان الله عليه، كان كافرا مشركا، كان يهجر الرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم دائما وابدا، يهجر النبي يعني يتهجم عليه ويبعث الى قصائد، يبعث الى ابيات من الشعر فيها ذاك التهجم القاتل اللاذع الشديد، ينتقص النبي، ينتقص النظام الاسلامي والامه الاسلاميه، وكان يفحش في قوله، حتى قال صلى الله عليه واله وسلم اينما وجدتم كعب ابن زهير فاقتلوه، لان اعتداء فاحش كان يعتدي على الامه الاسلاميه وعلى الدين الاسلامي والرسول المكرم صلى الله عليه واله وسلم. فلما اصدر النبي الامر بقتله قال دمه مهجور اينما وجدتموه اقتلوه، فكتب الى ابن عم، ابن عم كان مع النبي عليه الصلاه والسلام، كتب اليه رساله وهو يحذره وينذره، يقول على ان دعوه محمد صلى الله عليه واله وسلم ستعم الشرق والغرب، ولا يمكن ان تفلت من ايدي المسلمين، ولا يمكن ان تكتب لك النجاه في يوم ما من الامه الاسلاميه من فكها وايقاع العقوبه الصارمه بك، واخر عقوبه اللي الان صدرت في حقك الاعدام، يعني اهدر النبي دمك، امر بقتلك اينما عثروا عليك. وارى من الصالح وانا لك ناصح على ان تاتي الى النبي عليه افضل الصلاه والسلام معتذرا ونادما، عند ذاك يعفو عنك النبي ويقبل عذرك.
فإنه لا يرد أحدا أبدا، وهو رسول الإنسانية، رسول الأخلاق. لما وصلت الرسالة من ابن عمه إلي شد الرحال وأقبل ودخل المدينة ليلا على ابن عمه، وكان متلثما حتى لا يعرفه أحد. فدخل على بيت إلى بيت ابن عمه، ابن عمه جاء به إلى الإمام علي اليمني صلوات الله وسلامه عليه، بين له قصته على أن هذا موضوع كذا وكذا، والآن جاء تائبا، جاء نادما معتذرا، فنريد منك أن تأخذه إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فجاء به الإمام اليمين وهكذا صلوات الله وسلامه عليه، وابن عمه أيضا وياه. لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت ابن عمه إلى النبي وقال له: يا رسول الله، لو جاءك كعب ابن زهير نادما معتذرا مؤمنا أتقبل عذره وتعفو عنه؟ قال: من جاءنا مؤمنا معتذرا قبلنا عذره. أي إنسان يؤمن بالله جل وعلا ويعتذر إن نقبل عذره، ما نرد أحدا أبدا. فعند ذاك رفع النقاب، هذا اللثام اللي كان قد وضعه على وجهه على أنفه، ثم التفت إليه وقال له: يا رسول الله، أنا كعب ابن زهير، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم التفت إلى النبي وقال: إني قد نظمت قصيدة في أثناء مسيرتي، في أثناء سيري، في أثناء طريقي نظمت قصيدة، فهل تسمح لي أن أقرأها؟ قال: اقرأ. فقرأ قصيدته، وهي القصيدة المعروفة: بان السعاد فقلب اليوم مسبول، متيم إسرها لم يفت مقبول، لم يفت مقبول، لم يفت مقبول. الغرض حتى قال في آخرها، وهي قصيدة عظماء وقد طبعت وحدها على حدة مع شروح كثيرة للعلماء عليها، لعلماء الأدب، لأن فيها ألفاظ تحتاج إلى شرح وإلى توضيح. قصيدة بان السعاد في آخرها قال: نبئت، يعني وصلني النبأ والخبر، نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوعدني، أوعد غير وعد، وعد بالثواب، بالشيء الحسن، بالشيء الزين، يمكن أن يقال وعد، وعدني فلان بكسوة، أو وعدني فلان بوليمة، أو وعدني فلان بخير، بخلاف أوعد، أوعد بالعقوبة. إذا قال فلان أوعدني، يعني أوعدني بالعقوبة الصارمة، أوعدني بالعذاب، فأوعد تأتي المن إلى العذاب، إلى الحساب، بخلاف وعد لا ذيك بالنسبة إلى الأجر وإلى الثواب وإلى الأعمال الحسنة. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إني أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. اللي من جملة هذا البيت المشهور: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. قصيدة عظماء طويلة. فالغرض عندما بين كلمة اعتذار إلى النبي قبل النبي عذره، والآن النبي يريد أن يحافظ على دمه، لأن هذا صدر النبي قبل هذا أمر: أينما وجدتم كعب ابن زهير فاقتلوه. والآن إذا اعتذروا قبل النبي عذره، فغير ممكن الآن يجمع الصحابة ويجمع المسلمين من أولهم إلى آخرهم ويقول بأننا قد قبلنا عذره وقد عفونا عنه، فلا يتعرض له أحد بسوء، ولا يمكن أن يعطيه كتاب أمان. فما الذي صنع النبي؟ نزع البرد، نزع الرداء الذي كان عليه، وقال: البسه ولا تنزعه، فليكن عليك هذا الرداء، هذا البرد. فلبس برد الرسول المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخرج من عند النبي. فالأصحاب المسلمون عندما كان ينظرون إلى كعب يعرفونه على أن هذا من أعدى الأعداء للنبي كان، لكن ينظرون إلى رداء النبي
يراون برد النبي على كانوا يحتشمونه، يقولون يظهر بأن النبي قد أجاره، يظهر بأن النبي قد عفى عنه وقد قبل عمره، فما كان أحد يتقدم إليه بسوء. أول مرة لأول مرة لا يريدون الفك به، لكن عندما يرون رداء رسول الله برد رسول الله عليه يغضون النظر عنه. فكلامنا وين؟ كلامنا حول الاعتذار، أن الإنسان يلزم بل يجب أن يقبل عذر أخيه المعتذر إذا اعتذر إليه، وإذا لم يفعل ذلك حرم شفاعة النبي. بأي عذر يعتذر؟ ما يقبل بالي من عذر. يقول له ألم يأتي إليك أخوك المسلم معتذرا فما قبلت عذره؟ لو قبلت عذره لقبلت عذرك. وهذه الليلة فضيلة الشيخ اللي كان جاهز عند المنبر تقريبا جاء قبل ليلتين، والداعي اعتذرت إليه وقد قبل عذري عندما قدمت كلمة الاعتذار إليه، قلت لي أنه أمس أنا على كل حال اجمعت من الجماعة والواقع أدعي الله يرشد، كأنما عندما أطلب شيئا من المستمع الكريم كأنما أطلبه لنفسي، فأدعي فاعتذرت إليه قبل عذري، فعاودني مرة ثانية الآن قال على أنه إحنا بأمس الحاجة عندنا 25 مدرسة في كشمير، وهذه كلها لأجل تربية نشئنا، تربية شبابنا، تربية أولادنا حسب التعاليم الإسلامية، مدارس أهلية رسمية، والآن هم يلاقون ما يلاقون من صعوبات هناك، ودائما الأوقات يكافحون كفاح مرير ويجرعون الغصص واللواعد والأشجان، وذلك من جراء المناوئين. فالآن عند إجازات، أولا اسمع، عندهم عند إجازات من العلماء الماضين والعلماء الموجودين، مطلق العلماء سيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله، وهكذا بقية علمائنا وبقية المجتهدين، حتى بالنسبة إلى السيد الشاروني، وهكذا بالنسبة إلى السيد أبو القاسم الخوئي، وبالنسبة إلى السيد الشيرازي وأمثال هؤلاء المجتهدين، يقول لا بأس بأن تعطوه من الحقوق أيضا، إذا أكو شيء عندك من الحقوق الشرعية ادفع من الآن. وأرجو لكم من الله مزيد العناية والرعاية الإلهية، ويكتب هذان البيتان للإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اقبل معاذير من يأتيك، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر، وهو معنى الحديث يعني صادقا كان أو كاذب. لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعطيك مستترا، حتى في عن باطن مو مسؤول، لا يعامل ولا يحاسب على الباطن إلا الله جل وعلا، وأما أنت ملك الظاهر، ظاهرا جاءك معتذرا فيلزمك أن تقبل عذره. في هذه الليلة ونهار غد عدة أفراد كانوا مع عمر بن سعد جاءوا إلى الحسين يعتذرون، جاءوا نادمين وتائبين، قبلهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل إمام من الأئمة وكل إنسان مؤمن يقبل عذر أخيه المؤمن أخيه المسلم. وإذا بعبارة عن 30 نفر في هذه الليلة عبروا من صوب عمر بن سعد إلى معسكر أبي عبد الله الحسين في مثل هكذا وقت أو بعد هذا الوقت ليلة عاشوراء، وكانوا على أوبة وعلى استعداد للعبور وللهروب من معسكر ذلك الطاغي الباغي وهو عمر بن سعد، فجاءوا حتى وصلوا إلى مخيم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وكان أبو الفضل في هذه الليلة يطوف حوالي مخيم بنات رسول الله، لأنه عدة أعمال قام بها الأصحاب في هذه الليلة،
من جملة الأعمال التي قاموا بها، قاموا بعمل الحراسة، وقاموا بعمل التنوير، وقاموا أيضا بحفر الخندق، وهناك أعمال كثيرة قاموا بها في خصوص ليلة عاشوراء، ولا مجال لذكرها من أولها إلى آخرها حيث يطول المقام ويستدعي الإسهاب والإطناب، ولا داعي إلى ذلك. فالغرض، فهؤلاء لما جاءوا استوقفهم أبو الفضل، قال: مكانكم، قفوا مكانكم حتى أخبر سيدي الحسين سلام الله عليه. فجاء الحسين وأخبره بأن 30 نفر من أتباع عمر بن سعد من أصحابه قد عبروا إلى جهتنا. فما الذي تقول فيهم؟ وهم يقولون: إننا جئنا نعتذر إلى الحسين بن علي، وإننا تائبون إلى الله على يد الحسين مما قد تقدمنا به من إرهاب وإرعاب، وإنما هدانا الله بواسطتكم، لأننا ما سمعنا في خيام هؤلاء إلا البوقات وإلا المزامير وإلا الأغاني وإلا الموسيقى، وما سمعنا في خيامكم إلا تلاوة الذكر الحكيم، يعني إلا قراءة القرآن، وإلا ذكر الباري جل وعلا. ما سمعنا من خيامكم إلا هكذا أعمال طيبة، إلا هكذا أفكار طيبة، وهؤلاء ما سمعنا منهم إلا الكلمات السيئة. فهدانا الله بواسطتكم وبسببكم. بين هكذا للإمام سلام الله عليه، قال: ائذن لهم فإنهم من أصحابنا. ما زال جاءوا معتذرين، نقبل عذرهم ونعفو عنهم ونقبلهم، لكن بشرط: قل لهم أن يترجلوا من على خيولهم، من على دوابهم، أفرادهم، خيولهم، يترجلون، يعني لا يبقى أحد على ظهر جواده، وليقبضوا على أعنة خيولهم حتى لا تفزع بنات رسول الله. سيكون النساء تفزع عندما تسمع صهيل الخيل، قعقعة الجدر، وأصوات الرجال، ربما تخاف وربما تفزع بنات علي أمير المؤمنين. فعند ذلك مسك كل منهم بعنان فرسه وأقبل حتى أفردوا لهم خيابا، فدخلوا إلى تلك الخيام وربطوا خيولهم عند مخيلهم. ولما أصبح الصباح تقدموا بين يدي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وجاهدوا جهادا مستميتا حتى قتلوا والله عليهم أجمعين. فهدايتهم بسبب الحسين بن علي سلام الله عليه، لأن خيام آل الرسول في مثل هكذا ليلة باتت بأي حال الخيام، يعني بات أهل الخيام ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد، ما بين راكع وساجد، وما بين من يتلو القرآن، وما بين من يصلح سيفه كحبيب بن مظاهر وهو يقول: أيها الصارم استعد جوابا لسؤال إذا العجاج أثيرا. وأما الحسين بن علي سلام الله عليه ففي هذه الليلة جلس في خيمته وحده ولم يكن عنده أحد، وأخذ سيفه يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وكان يصلح سيفه وهو ينشد هذه الأبيات ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراك والأصيلي، من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديلي، وكل حي سالك سبيلي، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. يقول إمامنا زين العابدين: فلما سمعت عمتي زينب هذه الأبيات من الحسين بن علي سلام الله عليه جاءت من خيمتها عادية متوجهة إلى خيمة أخيها أبي عبد الله، وهي تتعثر بأطراف ثيابها وتبكي وتنادي: وأخاه وحسيناه وثكلاه، هذا الحسين ينعى إلي نفسه
حتى دخلت على اخيها ابي عبد الله، قالت: اخي ابا عبد الله، هذا كلام من ايقن بالقتل؟ قال: بلى يا اختي. قالت: اخي ابا عبد الله، افتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذلك اخرع لقلب اختك زينب. واذا بالحسين تقدم اليها مسليا لها ومعزيا لها ومصبرا قائلا: اخي زينب، تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بعلمك الشيطان. اخي زينب، ان اخي خير، ان جدي خير مني مات، ابي خير مني مات، امي خير مني ماتت، اخي الحسن خير مني مات، ولكل مسلم ومسلمة برسول الله اسوة حسنة. ثم قال: انت يا زينب، يظهر على امثال النساء، حضرت على اثر بكاء العقيلة زينب، سائر البنيات سائر النساء تجمهرت وتجمعت عند خيمة ابي عبد الله الحسين، واحاطت بالنساء من كل جانب ومكان في عويل وبكاء ونحيب. فالتفت الحسين الى زينب والى سائر النساء، قال: اوصيك يا زينب، وانت يا ام كلثوم، وانت يا سكينة، وانت يا فلانة ويا فلانة. جعل ياتي على النساء واحدة بعد الاخرى، يقول: اذا انا قتلت فلا تخمشن علي وجها، ولا تشققن علي جيبا، ولا تدعين بالويل والسمور. امرهن الامام بالصبر، واذا ببنات رسول الله ازداد بكاؤهن عندما سمعن هذه الكلمه من ابي عبد الله. وكاني بالعقيل نهادت وصيت من يعتين بينا، وصيت من يحتيان بينا من تجبل الغار علينا. يا خو يا نسوان، تدري هالبكي انا، وما امن وللي يبرى الضعينا، بس العليل يدير عنا. بعد ذاك يقول نافع بن هلال الجملي رضوان الله عليه: خرج الحسين سلام الله عليه متوجها الى صحراء كربلاء، الى بيداء كربلاء، فعندما رأيته وحده يسير ليلا خفت عليه من معسكر الطاغي عمر بن سعد من ان يغتاله احد، فخرجت خلفه، فبينما هو يسير اذا حس بأثري، فقال: من الرجل؟ نافع. قلت: بلى سيدي، فداك نافع. ما الذي اخرجك في مثل هذا الوقت؟ الان وقت رقود، الان وقت نوم، لم لا تهدأ؟ لم لا تستقر؟ ما الذي افزعك؟ من الذي اخرجك؟ فقال له: سيدي، لقد افزعني خروجك الى معسكر هذا الطاغي الباغي، وهو عمر بن سعد، خفت من ان يغتالك احد منهم. فقال له نافع: خرجت اتبقت هذه السلاح وهذه الدكادك والروادي حتى لا تكون مكنا لهجوم القوم يوم يحملون وتحملون. ثم نظر الي وقال، بينما يقول انا امشي معه، واذا به نظر الى جبلين صغيرين، فقال نافع: الا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك من القتل؟ فالتفت اليه باكيا وقلت: سيدي، اذا انتكلت هلال امه، اذا انتكلتني امي، ان كنت قد فارقتك يا ابن رسول الله، والله ان سيفي بألف وفرسي بألف، فوالذي من علي بملاقاتك، فوالذي من علي برؤيتك، لن افارقك حتى تفارق روحي بدني يا ابن رسول الله، نفوسنا لك الفداء. فجزاني الامام سلام الله عليه خيرا، ثم كان راجعا الى مخيمه، دخل الى خيمه العقيله زينب سلام الله عليها، فجلست خارج الخيمه انتظر خروج الحسين سلام الله عليه من خيمه العقيله. فبينما انا كذلك، واذا باسمع العقيله تبكي لاخبار الحسين لها، فعند ذاك التفتت اليه،
قالت اخي ابا عبد الله افتقتل وابتلى بهذه الملاعير من الصبية والبنية؟ ثم التفتت الى وقالت ابا عبد الله هل استعلمت من اصحابك نياتهم؟ فاني اخاف ان يسلموك عند الوبة واصطكاك الاسنة، اخاف ان يعاملوك كمعاملة اصحاب ابي اصحاب جدي واصحاب ابي لابي وجدي. اولئك كانوا يسرون وكانوا يلهجمون في كثير من المواقف في يوم احد وفي يوم حنين، وما مات لهذه الغزوات كانوا يعدونه بالنصر ويؤمرون له الغدر، يلقونه باحلى من العسل ويخلفونه بامر من الحنبل. فاني اخاف عليك كذلك ايضا، هل استعلمت من اصحابك نياتهم وهل استخبرتهم ابا عبد الله؟ فقال الامام هيهات يا اختاه، لقد لهستهم وبلوتهم فلم اجد فيهم الا الاشوه الاكيس، يستانسون بي كاستئناس الطفل بمحالب امه. الى لما سمع هذه الكلمه من الحسين بن علي سلام الله عليه، وهي هذه الكلمه الاخيره، التمس اليها وقال لها اخي زينب لولا انتظار امري لعالج القوم في هذا الليل، يعني لولا امري انا اللي مثبتهم الان ولو اسمح لهم الان لهرعوا الى معسكر الطاغي عمر بن سعد وقاتلوهم ليلا لا نهارا، ولكني لم اسمح لهم في قتال هؤلاء القوم في هذا الليل المظلم. فلما سمع هلال ذلك جاء الى حبيب بن مظاهر وكان جالسا يصلح سيفه، وعنده جماعة من اصحابه من بني اسد، فقال لهم ان القصة كذا وكذا، وقد خلف اخت سيدكم ابي عبد الله باكية فزعة، ولعل النساء شاركنها انتبهنا، ولعل النساء انتبهت وشاركتها في المصيبة والعزاء والبكاء. فقال له اذا ما الذي تريد ان نصنع؟ حبيب يلتفت الى هلال، ما الذي تريد ان نصنع؟ قال ان رأيت ان تأخذ جماعتك واصحابك حتى نذهب الى مخيم النساء لنطمن قلوبهن ولنسكن روعات النساء، اذ ان المرأة من شأنها الرق والجزع. قال انا طوح ارادتي. جاء حبيب على جماعته وسائل الاصحاب ودعاهم الى ان ينفروا، دعاهم الى ان يقوموا حتى يذهبوا الى مخيم بنات رسول الله. فجاء الرجال في ذلك الوقت وهم مدججون بالسلاح حتى وقفوا عند خيام بنات رسول الله. تقدم حبيب بن مظاهر ومن معه بالسلام قائلين السلام عليكن يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا بنات علي، هذه أسنة غلمانكم آلوا على أنفسهم أن لا يركزوها إلا في صدور من عاداكم أهل البيت، وهذه سيوف غلمانكم قالوا على أنفسهم أن لا يغمدوها إلا في نحور من عاداكم أهل البيت. وإذا ببنات رسول الله قالت عليكم السلام يا ليوت الغابات، وأما العقيل نادت يا أهل الشيم هذا محلكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، أولى الموج ما تبخر إمامكم، شنو العذر يكرم منكم؟ يا ويلي تخلون للذل حرمكم. ووجد زينب لما ان رأت، الهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق اليك محمد وآله ان تقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، وأن تشفي جميع المرضى بشفائك. وتقبل اللهم من المؤسسين والحاضرين والتابعين، وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة والصلوات. فأجابه على البدالة، أنكرت ليلة إنسار الوصي إلى أرض المدائن لما أن لها طلبة، وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراق يثرب والإصباح ما وجب، وقلت ذلك من قول الغلاة، وما ذنب الغلاة إذا لم يولدوا كذبا؟ فآصف قبل رد الطرف
من سبأ آصف ابن برخية الذي كان وزير من وزراء سليمان، وما كان عنده من الاسم الأعظم إلا عبارة عن حرف واحد، كما في القرآن الكريم: وقال الذي عنده علم من الكتاب، عندما قال سليمان: من منكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فلنفسه، إلى آخر الآية الكريمة. فقال: اذهب. فخسف ما بين المقامين خسف عظيم، وجاء بعصب القيس طرفة العين، يعني هكذا سرعة خافتة. فهذا العلوي يجيبه يقول له: فآسف قبل رد الطرف من سبأ بعرش بلقيس وافى يخلق الحجب، فأنت في آسف لم تغل فيه بلى في حيدر أنغال. كان ذا عجبا إن كان أحمد خير المرسلين فذا خير الوصيين، أو كل الحديث هبا. إما إذا لزمك أن تصدق بتلك القصة التي ذكرها البارجة على في القرآن، وهي قصة آصف وسليمان ومجيء بعرش بلقيس بريق السرعة الخاطفة، فيلزمك أن تعترف أيضا بهذه القصة وتخضع وتدعي لها، يعني تكون تقبلها. وإذا أنكرتها معناه أنكرت قصة سليمان وقصة بلقيس وقصة ذلك الإنسان الذي جاء وهو آصف بن برخية بعرشها. فكأن عندما سمع هذه الأبيات كأنما بقي حب الحصر أو الرمان في عينه من شدة الغضب والغيظ، فهو يتراءى ارتاب الأثر. فالغرض في هذه القصة في الواقع والحقيقة دونها جل العلماء المسلمين بلا خلاف إلا هذا الإنسان المخالف، وقد رد وصد من أن علي سلام الله عليه ذكره جاء من المدائن من المدينة إلى المدائن وجهد سلمان. وعلى هذا قال مرحوم الشيخ علي الشفهيني رحمة الله عليه، وهو من أجلة العلماء، في قصيدتها التي يخاطب بها الإمام اليمين، وهي قصيدة تنوب وتزيد على المئة بيت: نم العذار بعارضيه فتلتلى إلى أن يقول: يا علة الأشياء والسر الذي يا علة الأشياء والسر الذي معنى دقيق صفاته لن يعقل إلا لمن كشف الغطاء له، ومن شق الحجاب مجردا فتوصلا، يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكمل، وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لن يقبل، يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا، إن يحسدوك على علا فإنما متسافل الدرجات يحسد من علا، إلى أن يقول: وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس الفلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. يعني في مثل هذا اليوم وهو يوم عاشورة، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلا، بأية حال ظمآن يا أمير المؤمنين، ظمآن مجروح الجوارح آيسا، يقول: ليتك يا أمير المؤمنين كنت حاضرا وناظرا إلى ولدك أبي عبد الله، وذلك يوم عاشورا، لا سيما في مثل هذا اليوم في مثل هذه الليلة، وهو على رمضاء كربلاء، بأية حالة جثة بلا رأس، عاري اللباس قطيع الرأس منخمدا، أنفات في جندل كالجاي أمر مضطرمي، ساعد الله قلب العقيل زينب في مثل هذا اليوم لما حضرت ونظرت إليه،
وهو على رمضاء كربلاء نادت خويا يا حسين خويا شوج عقول ومن يا جرح يا اخويا شدان الناس شنقوا ويا ويا السور وسيف مسلول ويا واسمع لحد قفتي الصبح ان شاء الله وبالليل هم اكو باكر بحوله وقوته.